مستمرين معكم في تقديم بقية فقرات برنامجنا العالم هذا الصباح. الاتحاد العام لعمال الكويت يحتفلون باليوبيل الذهبي. اليوبيل الذهبي يعني مرور 50 عام على إنشاء الاتحاد. تزينت أجواء الاحتفال بمظاهر البهجة وروح العمل المشترك المليء بالعطاء. نشاهد هذا التقرير. يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العام لعمال الكويت جسدت رحلة عطاء وعمل على مدار 50 عاما لاتحاد عمال الكويت، لتبقى صور الإنجاز والعمل شاهدة على العصر لماض جميل ومستقبل طموح. في 25 من شهر ديسمبر عام 1967 تأسس اتحادنا العام لعمال الكويت، واليوم وبعد انقضاء نصف قرن من ذلك التاريخ نحتفل وياكم بذكرى يوبيلنا الذهبي. نغتنم هذه المناسبة لنلتقي لنلقي نظرة سريعة إلى الوراء، فنجد تاريخا مشرفا مليئا بالعطاء والتضحيات، زاخرا بالمواقف الجريئة والأعمال الجبارة، غنيا بالأحداث والنجاحات في الكثير من ميادين العمل النقابي. إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشارك معكم اليوم في هذا الاحتفال، تود أن تؤكد حرصها الشديد على الحفاظ على الحريات النقابية التي كفلها الدستور دولة الكويت، واحترامها لاتفاقيات العمل الدولية والعربية، وتطبيقها بالشكل الذي يتلائم مع مصالح كافة العاملين على أرض الكويت. هذه العطاءات شهدت ترابطا للعمل النقابي عربيا ودوليا لمؤسسي الحركة النقابية، ليعود التاريخ ويجتمعون بيوم الاحتفال الذهبي للاتحاد العام لعمال الكويت. إنه اليوبيل الذهبي، الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد العام لعمال الكويت، إنها لمناسبة عظيمة للاحتفال بنصف قرن من تاريخ النضال العمالي الكويتي. أدخلت دعوتكم الكريمة السرور والقبطة في قلبي، لأني عايشت تفاصيل سنوات طوال من تلك الفترة، وأعلم تماما المعنى العميق لهذه العبارة. أنا أولا ابن الكويت وابن هذه الحركة النقابية البار التي انخرطت في صفوفها قرابة 20 عاما. تدرجت خلال هذه الفترة في مواقع نقابية عديدة، إلى أن تشرفت بإجماعكم على اختياري رئيسا للاتحاد العام لعمال الكويت. هذا الحفل سطر على جبين النقابيين والنقابيات رزنامة عمل لا تتوقف قادها الاتحاد العام لعمال الكويت، وبدعم واهتمام كبير من الدولة. راد شمري لتلفزيون دولة الكويت.